لابد أن أسألك عن سوريا، هل هناك أي تفكير من الجامعة العربية بأي اجتماع لإغاثة سوريا، اجتماع لدعم سوريا، أم ترى الجامعة أن يكون هذا العمل عمل فردي؟ يعني كان في أوقات معينة اجتماعات عربية مشتركة للمانحين، للممولين، للمنظمات الدولية، للعرب أنفسهم لدعم سوريا، والوضع في سوريا صعب جدا في هذا الزلزال. شوفي يا استاذه لميس، اولا شكرا على هذا السؤال. انا بقالي يعني ايام طبعا بتابع الاعلام سواء في مصر او في دول عربيه اخرى وهو يتحدث عن واين الجامعه العربيه مما يحدث في سوريا وكيف يمكن. انا عايز اقول حاجه في غايه الاهميه، نحن لسنا منقطعين ولا منعزلين عن هذا العالم ولا عن العالم العربي ولا عن سوريا ولا عن معاناة أهلنا في سوريا إطلاقا، ولكن في أمور ينبغي أن تكون مفهومة للجميع. هذا بلد كان وما زال في حالة حرب أهلية. يعني إيه حالة حرب أهلية؟ يعني المناطق التي ضربت الزلزال بعضها يقع تحت سيطرة الحكومة في دمشق، صح، وبعضها لا يقع تحت سيطرة هذه الحكومة، صحيح، ويمكن الغالبية الكبيرة من المناطق التي تضررت بالزلزال لا تقع تحت سيطرة الحكومة. إذن عشان خاطر نخش احنا كجامعة عربية وكمنظمة رسمية لإغاثة هؤلاء الأهل الموجودين في هذا المكان الصعب اللي هو له وضعية صعبة جدا مش ملهاش تعريف، ايه تعريفها؟ هي وقع تحت سيطرة المعارضة وتسيطر عليها عمليا القوات التركية والإشراف التركي والدخول إليها من تركيا في الأساس. إذن عشان خاطر حد يدخل إلى هذه المناطق دي مسألة محتاجة يعني اتصالات وجهد وقصة لا تتم بين يوم وليلة. دي أيوة، بس مسألة صعبة الدول ومجلس العربية الأمن داخل فيها، صحيح، مجلس الأمن داخل فيها، صحيح، بس سيادة السفير الدول العربية دخلت، والمنظمات الدولية بتدخل عن طريق معبر باب الهوى أو عن أي شيء. أنا في النهاية عندنا، لا اسمحي لي يا أستاذة لميس، هقول لحضرتك القصة. مش الدول العربية، في دولة يمكن صحيح دخلت إلى هذه المناطق، وفي بعض الفرق الخاصة دخلت إلى هذه المناطق من الحدود مع تركيا، تمام؟ المساعدات اللي حضرتك بتسمعي عنها من دول عربية بتروح للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، بتنزل في مطار دمشق أو في مطار حلب أو في مطار اللاذقية، دي مطارات تابعة لسيطرة الحكومة، عظيم. ولكن الغالبية العظمى من المتضررين الواقعين في مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، دول طبعا ما بيجي لهمش هذا الدعم، والدعم ده صعب انه يوصل لهم. المسألة محتاجة تنسيقات كثيرة ومحتاجة بعض القرارات السياسية الجريئة التي يعني تبدي العمل الإنساني على أي شيء آخر. هذه أمور لابد للدول أنها يعني توافق عليها، ومش بهذه السهولة المسائل بتمشي، حتى لو نعلم جميعا أن هناك يعني التزامات إنسانية ضاغطة ووضع إنساني ضاغط للغاية. احنا شايفين أعداد القتلى والضحايا بيزيدوا كل يوم بالألاف، فشيء صعب جدا والكل متعاطف، لكن عمل شيء لهذا الوضع هو أمر يحتاج إلى يعني تريث وعناية، والأمور لا يمكن أنها تتم بين يوم وليلة. وعلى فكرة الوضع الموجود هناك هيستغرق ليس أشهر بل سنوات، يعني سنوات أنا أقصد لكي يتم إصلاحه. تمام، ولكن يعني الآن ما هو دور الجامعة؟ ما هي الجامعة لابد أن يكون لها دور في اختراق هذا، يعني هذه الحلقة المفرغة. أنا في النهاية في ناس بتموت هناك، أو في ناس ماتت هناك بالفعل تحت الأنقاض، في ناس ماتت هناك، وفي ناس 5 مليون مشردين آخرين يا سيادة السفير. يعني قصدي تمام، هنا في دور للجامعة، يا إما بتجميع في مجلس
في مجلس جامعه سوف يجتمع في مصر برئاسه جمهوريه مصر العربيه يوم 8 مارس على مستوى وزراء الخارجيه في دورته العاديه، وسوف يبحث من ضمن ما يبحث كل هذه الامور. بعيد قوي، الا يمكن للجامعه ان او يعني الا يمكن اجتماعا استثنائيا تطالب به الجامعه؟ يعني هو ده اللي قصدي. انا مش عايز اقول لحضرتك انه الدعوه لاجتماع زي ده دون ان يخرج بنتائج ملموسه ممكن ان هو يضعنا في موقف اكثر حرجا من اللي احنا فيه حاليا. فهمت. يعني وبالتالي يجب علينا ان احنا ندرس التبعات والعواقب جيدا قبل ان نتحرك. ما ينفعش نتحرك كده في بس كيف ازاي نطالب المنظمات الدوليه الا انها لا تذكر تركيا فقط وتترك سوريا؟ ازاي بنطالب العالم وبنقول له بلاش ازدواج المعايير؟ انا معاكي، ولكن خلينا نقول انه هذا الامر في غايه الدقه، وعلشان خاطر الدول ما نقدرش ناخد خطوة من هذا النوع بدون دراسة جيدة. وأفضل شيء أن يترك الأمر الاجتماع يوم 8/3. أنا زي ما قلت لحضرتك الوضع الإنساني ضاغط جدا، ولكنه سوف يأخذ سنوات لكي بس الآن في 5 مليون مشرد المعالجة معاه. صحيح، بس سيادة السفير في ناس دلوقتي ممكن تموت زيادة من الإصابات من التلج اللي هم عايشين فيه. تركيا بيجيلها مساعدات بالأطنان وبالملايين والناس كلها بتتدفق على تركيا. ماذا عن هؤلاء؟ تركيا فيها دولة بتقوم بالتعامل مع هذه المساعدات الواردة من المجتمع الدولي. المنطقة اللي احنا بنتكلم فيها ما فيهاش ده، الآلية دي مش موجودة. نعم. طيب يعني ننتظر إذن اجتماع الجامعة العربية يوم 8 مارس. بشكرك شكرا جزيلا. أنا عارفة أن حضرتك برضو بين مطارات. شكرا سيادة سفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية.